السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي نصمم غرفة. هقول له نو، هقول له فلور بلان واختار الغرفة اللي انا عايزها. كرييت، ممكن اقول له مثلا انا عايزها على شكل مثلا حرف ال اللي هوت، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا تقول مثلا انا عايز اغيرها بشكل دوت، ممكن تكبرها بشكل دوت، ممكن تقول له انا عايز دور. خلي بالك انت اول ما بتعمل سيلكت لاي حاجة بيبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها. فتقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه هنا، تقدر تقول له نوع الباب دوت دبل من يعني فتح ناحيتين ولا ناحية واحدة، الدور ويتس سنتر مثلا، الدور اوبن تقدر تحدد الزاوية بتاعتها عامل ازاي، تديله رقم، الفاير ريتنج كام ساعة، البيس اليفيشن لو انت عايز يبقى مرتفع عن الأرض، تقدر تعدل زي ما انت عايز في الشكل دوت. تقدر تيجي بعد كده مثلا تقول له انا عايز احط سبيس، وتيجي هنا تقول له انا عايز اوت سايز، يبدا هو يظبط على المساحه ديت. تقدر تقول له انا عايز هنا اكسسوري معينه او كابنت معينه بالشكل دوت، تقدر تحطها كده وبعد كده تعدل فيها زي ما انت عايز. لو انت عايز تصغر حجم مكبر حجم براحتك زي ما انت عايز، بحيث انها تكون مناسبه للغرفه. تمام، تقدر طبعا ممكن تكبر الغرفة تصغر الحاجة زي ما انت يعني. ده مجرد مثال، أنا مش حاطط مقاييس معينة. طبعا دي هتيجي هنا تقول له اوت سايز، تقدر تيجي تقول له أنا عايز أعمل إيديت، أو تقول له أو تعمل سبيس وبعد كده تقول له حولها، ارسم الحوايط حواليها. ممكن تقول له اكسسوري، تقدر تحط بقى الاكسسوري اللي انت عايزها، مثلا شجرة ممكن تحط جوه أو بره زي ما انت عايز. الإكيوبمنت ممكن تحط مثلا تليفون لو مفيش تليفون، سكانر، جهاز سكانر لو انت محتاج جهاز سكانر هو، وهكذا. فرنتشر لو انت في كرسي او اي حاجة عايزها تقدر تجيبها وتسحبها بالشكل دوت، تقدر تعمل عليها سيلكت تعدل فيها زي ما انت عايز، مثلا تخليها كده تسحبها تحطها مثلا هنا مثلا.